عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة ديالي. نظرا لبزاف ديال لي دوموند اللي جاوني من بعد ما بينت انني كنخدم بلو كويستو، فكرت اننا نديرو لكم ايبيزود ولا حلقة اللي غادي نشرحو لكم فيها شنو هو الكويستو، شنو كيدير وشنو الخاصيات اللي فيه. تبعوا معايا الناس اللي مهتمين بهذا الغوبو العجيب وزوين بزاف واللي فيه بزاف ديال لي فونكسيون. تبعوا معايا غادي نوريكم لو كويستو de A à Z. Donc, شنو هو الكويستو؟ الكويستو هو واحد لاباري دو كويزين ولا روبو دو كويزين اللي جامع بزاف ديال لي فونكسيون. فيه باتور، فيه ميكسور، فيه فوي، كيطيب، كيعجن، كيطحن، كيقطع، فيه بزاف ديال الحوايج اللي نتوما فعاود ما يكونوا عندكم بلوزيغ اباري كويستو جمعهم كاملين. دونك كيف ما قلت لكم الكويستو فيه ميزان انتغري لداخل يمكن لكم تعبروا فيه في لي روسيت ديالكم ديريكتومون كطاريو وكتعبروا. من بعد غادي نوريكم كيفاش. فيه فوي اللي يطلع لكم لي كريم ديالكم لي موس اكسيتيرا. فيه كيفاش طيبوا ديروا لي سوب، كيفاش تبخروا، وفيه كيفاش تطحنوا. فيه ميكسور فيتيس اللي من 3 في بزاف ديال لي فيتيس، من 3 من لا فيتيس صغيره كتوصل لا فيتيس حتى ل 10. دونك تقدروا تطحنوا فيه اي حاجه تجيكم صعيبه ولا قاصحه كويستو كيطحنها، ابتداء من العطريه، الزرع، القهوه، اي حاجه تقدروا تصايبوها في ديوركم وتاكدوا من المكونات اللي فيها. مع الغبو ديالنا كنلقاو لو بول طبيعه الحال اللي هو هذا. دونك هذا هو لو بول ديال الكويستو اللي كنديروا فيه كل شيء. الغطاء ديالو كنلقاو لو باني ا فابور اللي هو هذا واللي فيه جوج ديال لي باني. فيه الاول هو هذا وفيه الثاني اللي كيجي الفوق. علاش؟ باش الا بغينا نديرو فحال دابا بزاف ديال الخضره، اللحم، الدجاج، الحوت، كنفرقو كنديرو فحال دابا اللحم لتحت، الخضره الفوق، ولا الروز تقدروا تبخرو فيه اي حاجه بغيتو. كنلقاو الفوي اللي هو كيعوض لا فونكسيون ديال الباتور ولا ديال الغوبو بيترين اللي كيطلع لينا لي مورينغ، لي موس، لي كريم. دونك هو هذا فوي ديال كويستو. كنلقاو لو باني اكويسون اللي كنطيبو فيه، كنديرو داكشي اللي بغينا نطيبو هنا وكنخشيوه في لو بول وكنسدو عليه. دونك هذا لو باني دو كويسون. كنلقاو اون سباتول اللي كنحركو بها لي بوغ، لان الكويستو ما خصناش نحركوه بشي حاجه تكون ميتاليك ولا معلقه ولا شي حاجه ديال الالومنيوم. دونك ضروري سباتول ديالو اون سيليكون اللي كتجي معاه، كتجي في لا بوكس اللي كيكون فيها الكويستو ديالنا. كنلقاو ديسك دو كويسون اللي كنستعملوه في لو غوبو في لو كان اللي ما كنبغيوش ان المواس ديال لو كويستو ديالنا يقاسو لينا لي زاليمون اللي حنا ما بغيناهمش يتقاسو. دونك كنستعملوه في لي كويسون لونط ولا في لا ميثود دو كويسون سو فيد. دونك هذا ديسك دو كويسون، هادو هما المرافقات اللي كيجيونا. شنو المرافقات؟ كيفاش غادي نقولها لكم؟ المهم هذا هو الماتيريال اللي كيجينا مع الغوبو كويستو اللي كنحتاجوه في جميع لي غوسيت، سواء انتغري سواء اللي كتبغيو تصايبوهم من راسكم. هادشي اللي كنحتاجو. دونك فحال نقدروا نقولوا فحال اون كويزين متنقله، تقدروا ديوه معاكم الا بغيتو تمشيو لشي بلاصه بلا ما تحتاجو تهزو بزاف ديال الماتيريال. دونك هذا هو لو غوبو كويستو، هادو هما لي فونكسيون اللي فيه، هذا هو الماتيريال اللي كيمشي معاه. غادي ندوزو ليطاب سويونت. دابا غادي ندوزو نوريكم كيفاش نشعلو لو غوبو ونوريكم كيفاش نخدموه. اول حاجه بيان سور عنده بريز كنخشيوها في الضو، كنشعلوه من هنا وكنعاودو نكليكيو على هذا البوطون قدامي. كيشعل الغوبو ديالنا. دونك مي كنشعلو الغوبو
هذا هو ليكرون داكوي ديالو. هنايا كنلقاو بارامتر كونفيغوراسيون غيد دوتيليزاسيون و لي كونسين دو سيكوريتي. دونك هنا ندخلوا البارامتر غير باش نوريكم الا بغيتو تكونيكتيو الروبو ديالكم مع الواي فاي. دونك ها هو الواي فاي عندنا هنايا كتبركوا على واي فاي كيتكونيكتا لكم مع سواء الواي فاي ديال الدار سواء بورطابل كديروا بارطاج دو كونيكسيون باش تقدروا تدخلوا لي روسيت الاخرين اللي كاينين في الروبو. وبيان سور تقدروا ديروا ليه لا ميزاجور اللي كتدخل اوتوماتيكمون لي نوفوتي كاملين ديال الروبو كويستو. دونك هنايا كاين الفوليوم الاور لا دات لور لا دات كلشي كلشي ليكليراج لا لونغ اللي غتحتاجوا. كنعاودوا نخرجوا من هنايا. هنا عندنا لي روسيت لي روسيت اللي هما ديجا انتغري في الكويستو اللي ما كتحتاجوش تقلبوا عليهم في انترنت ولا بلاصه اخرى عاد تصايبوهم. دونك هو فيه لي روسيت بلوردر الفابيتيك من ا حتى لزد. اي روسيت بغيتوها كتلقاوها بلا فوتو ديالها. ها هي كيف ما كتشوفوا دونك فيه بزاف ديال لو شوا. دونك اي حاجه بغيتوها يكفي انكم طابيو لا بروميير لتر من لا روسيت وكتخرج لكم. هذا هو اللي زوين صراحه في كويستو فيه لي روسيت انتغري كيعطيكم لي زيتاب يكفي انكم غير تكليكيو وديروا سويفون وكتوجدوا لا روسيت ديالكم. دونك دابا غادي نوريكم كيفاش لو بول كيتحل. لو بول ساهل بزاف باش تحلوه وتسدوه. فيه لي فليش دونك اي سوفي. هذا هو القفل فحال بغينا نقولوا اللي كيسد لينا لو بول. كنحلو فحال هكا يد كتشد من هنا ويد كتدفع دونك وكيكون لو بول ديالنا تحل. دابا غادي ندوز نوريكم كيفاش نديرو لو ريغلاج ديال لا تمبيراتور ديال الحراره كيفاش نعبرو في الميزان كيفاش نديرو لا دوري ديال لا روسيت اللي بغينا. دونك هذا هو ليكرون داكوي اللي كنلقاو في الروبو كويستو. هنايا في الدوره الاولى عندنا لو طون ولا الوقت ديال كل حاجه. اي حاجه بغيتو تصايبوها بالوقت كندورو هذا البوطون قدامي كيبقى يزيدنا في الوقت كيف ما كتشوفوا هنايا بلي سكوند من بعد كيمشي للدقائق اي انسي دو سويت. دونك هذا الوقت الدوار الاولى ديال الوقت كنريغلوها كيف ما بغينا ونديرو الوقت اللي بغينا. عندنا هنا الوسط الحراره ولا لا تمبيراتور دونك كنريغلو فيها لا تمبيراتور اللي بغينا. هذه في لو كا ديال غادي نطيبو شي حاجه دونك ها هي لا تمبيراتور. وكاينين هادو هذه سلو كوك ديال لا كويسون لونت اللي كتاخد الوقت ولا اللي كنبغيوها طيب على المهل. وهادي هاد لي دو الاخرين بالنسبه لا كويسون افابور ولا التبخار الا بغينا نبخرو شي حاجه. دونك الثالثه هي لا فيتيس. لا فيتيس اللي قلت لكم كاينه من واحد حتى لعشرة كنبقاو ندورو على حساب لا فيتيس اللي بغينا واش بغينا نطحنو شي حاجه اللي هي سهله ولا بغينا نطحنو شي حاجه اللي هي قاصحه وريجيد. دونك كنتحكمو في لا فيتيس كيف ما بغينا. عندنا كذلك هاد البوطون هذا اللي كيعطينا واش غادي نطحنو ولا نخدمو زعما الماس ولا غادي نحركو. دونك نقدروا نبركو عليه كنبدلو هاد لا فونكسيون غير بهاد لو بوطون هذا الا بغينا شي حاجه بحال كتحرك لينا. دونك هذا هو ليكرون. بقات لينا حاجه وحده هي الميزان. ها هو هنايا يبان لكم ميزان صغير كنبركو عليه كنطاريو كنرجعوه للزيرو وكنديروا اي حاجه بغيناها تعبر كيعبر لينا. نقدروا نعبروا شي حاجه ونزيدوا عليها حاجه اخرى كنعاودوا نطاريو كنعاودوا نبركوا على زيرو كيرجع لنا زيرو وكتعبر لينا حتى الحاجه الثانيه. دونك ترونكيل سهل الاستعمال كيف ما وريتكم. غادي ندوزو دابا نوريكم كيفاش الا بغينا نديمونطيو لو بول ديالنا. دونك كيف ما سبق لي قلت لكم الحلات كنحلو من هنا بحال هكا. لو روبو كويستو فيه اوتو لافاج تقدروا تغسلوه هو في بلاصتو من تخويوه من داكشي اللي خدمتو كنغسلوه هو في بلاصتو. سينو بغيتو تديمونطيوه وتغسلوه بيديكم دونك اي سوفي كديروا بحال هكا كدوروا هذا لتحتاني
وكتجبدوا الموس ديالو وكتغسلوه فاسيلمون بيديكم ولا ديروه في لافيسيل، تقدروا ديروه حتى في لافيسيل وكترجعوه كذلك بسهوله. كترجعوا الموس الوسط وكتعاودوا تدوروا هاد البليصه هادي ديال التحت. دونك هذا هو لو كويستو ديالنا، هادو هما لي فونكسيون اللي فيه. غادي ندوزو دابا ليتاب سويفون. دونك دابا غادي نوريكم كيفاش نقدروا نديروا هاد الماتيريال في الكويستو. دونك كيف ما كتشوفوا هذا اللي قلت لكم ديسك دو كويسون اللي كيغطي لينا الماس ديال الكويستو، كنشدوه وكنديروه فوق الماس كيغطيه لينا كوم سا لا بغينا شي حاجه نطيبوها وما تقاش لينا لي كوتو ديال الكويستو. بالنسبه للفوي كلهم غتلقاوهم عندهم واحد تقيبه اللي كتخشى في الراس ديال الموس بحال هكذا. دونك اون فوا كنلصقوا الفوي صافي كيدير لا فونكسيون ديال الباتور ولا ديال ان غون فوي اللي كنلقاو في الغوبو بيترين. وبالنسبه كيتهيدو بسهوله وكيدارو بسهوله. بالنسبه لو باني اكويسون كناخذوه وكنحطوه لداخل دونك بحال هكذا، ساهل بزاف، كنظن ان كلشي واضح. غيبقى لينا دونك هذا تقدروا ديروه هنايا وتسدوا وعاد تزيدوا لو باني دو كويسون ولا كيف ما تقدروا ديروا لو باني بوحدو. دونك لو باني دو كويسون كنكونوا سدينا لو روبو دونك كنحيدوا لو غوبلي دوزور اللي هو كيسد لينا الغطايه ديال الكويستو كيتحل وكيتسد. دونك كنحيدوا هذا ديجا غوبلي دوزور اللي فيه مليليتر، فيه 100 مليليتر، 50 مليليتر اللي تقدروا تعبروا به، وفي نفس الوقت هو اللي كيسد لينا الغطايه. الباني افابور كتحط هنايا وصافي وكتبخر لينا داكشي اللي فيه. ديجا راه قلت لكم لي غوسيت كاملين سون انتيغري بلا براتيك، غادي تعرفوا ليه وغادي يجيكم ساهل بزاف. دونك دابا غادي ندوزو للمرحله الاخيره اللي بقات لينا اللي هي ديمونستراسيون غوسيت ولا كيفاش نصايبوا اون غوسيت في لو روبو كويستو. ميمكنش نشرح ليكم على لو روبو ونوريكم لي فونكسيون ديالو بلا ما نديرو بتيت ديمونستراسيون انصومبل باش تفهموا اكثر. دابا غادي ندوزو نبداو لا غوسيت ديالنا اللي ديجا وجدت ليها لي زانغريديون بطبيعه الحال اللي انتيغري في الكويستو، اللي اون غوسيت بسميتي غتلقاوها انتيغري مع لي غوسيت ديال الكويستو. غندخل نوريكم كيفاش نجبدو اون غوسيت من ليكرون ديالنا. ديجا ليكرون كيف ما كتشوفوا كبير وواسع وكيبين مزيان لي ديتاي. دونك غنمشي لهنا هاد البليصه اللي فيها موس ومعلقه وفرشيطه، نبرك عليها غادي يخرجوا ليا لي غوسيت اوتوماتيكمون. وغادي نبدا نقلب على لا غوسيت دو ليلى. دونك ها هي كاينه غوسيت انتيغري بسميتي parmi les recettes ديال الكويستو. دونك غادي نكليكي عليها غادي نديرو اوكي. كيعطيونا لي زانغريديون اللي غادي نحتاجو في لا غوسيت. دونك انا قلت لكم ساهل بزاف كيفاش ديروا فيه اون غوسيت. دونك بالنسبه لا غوسيت غادي تكون هي واحد لا طارت سالي اللي غادي نوجدوها بالفرماج دو شيف والبرو. دونك البرو فرماج دو شيف معروفين كيتواتاو بزاف ولذاذين بزاف، دونك غادي نديرو بهم لا طارت ديالنا. بالنسبه لا طارت غادي نحتاجو لا بات بريزي اللي عاطي لنا لو ديتاي ديال لي زانغريديون اللي غنحتاجو فيها. دونك فيها 250 غرام طحين، 80 غرام ديال زيت الزيتون، 80 غرام ديال الماء، معلقه ديال الملحه. بالنسبه لا فارس ديال البرو ها هي كنطلعو نهبطو. دونك غادي نحتاجو فيها جوج ديال الزيشالوط ولا جوج بصيلات صغار اللي ما عندوش لي شالوط، 3 ديال الدريسات توماس، 100 غرام ديال البرو، 20 غرام ديال زيت الزيتون، جوج معلقات ديال ماشي جوج معلقات سمحوا لي، جوج ديال قبيصات ديال الملحه، جوج قبيصات ديال البزار، و 200 غرام ديال لاكريم فريش ليكيد. غادي نحتاجو فيها 100 غرام ديال الحليب، معلقه ديال الموطارد، جوج بيضات، و 100 غرام ديال بوش دو شيفغ اللي هو الفرماج دو شيفغ. غادي نديرو سويفون من بعد ما كنقراو لي زانغريديون اللي كنحتاجو في لا غوسيت.
اول حاجه كيعطينا الروبو هي خاصنا نسخنوا الفران على درجه حراره 220. امشي شعل الفران وغادي نجي نكمل معكم لا غوسيت. بعد ما كنشعلوا الفران على درجه حراره 120 كنعاودوا نبركوا على لا فليش اللي كتعطينا المرحله المواليه. دونك المرحله المواليه هي خاصنا نديروا 250 غرام ديال الدقيق في لو بول. غادي نحيد الغطاء ديال لو بول. غادي نطاري الميزان نرجعو الزيرو وغادي ندير 250 غرام ديال الدقيق في البول. دونك كيف ما كتشوفوا كيعبر راسو. دونك 250 غرام. غادي ندير سويفون. اجوتي اون كويير ا كافي دو سيل، معلقه صغيره ديال الملحه. دونك غادي نزيد دابا معلقه صغيره ديال الملحه على الدقيق. غادي ندير سويفون 80 غرام ديال زيت الزيتون. غادي نزيدها عليهم. ثمانين غرام ديال زيت الزيتون. غادي ندير سويفون. دونك غادي نزيدو 80 غرام ديال الماء دافي. ديما كنزيدو وكنردو البال الميزان. غندير سويفون. دونك دابا غادي نسد البول وغادي ندير بلاي. صافي غادي تعجن ليا العجينه ديال لو فون ديال لاطارت. لو طون ديجا انتيغري. ها هو كيعطر راسو. دونك من بعد ما سالا كيعطيونا اننا خصنا نخويو العجينه ديالنا فشي بلاصه وصافي ان ريسيبيون. دونك غادي ندير سويفون. بيتريغ لا فاصون بيتريغ دو فاصون ا فورمي اون بول puis étaler la pâte sur une feuille de papier sulfurisé. بلاسي لا ensuite dans votre moule à tarte. دونك دابا غادي ندوز. غادي ناخذ العجينه ديالي. غادي نحيدها من البول ديال الكويستو وغادي نفورمي واحد نشكل واحد الكره ديال العجينه وغادي نطلقها بين جوج اوراق ديال بابيي سولفيريزي باش ما تلصقش. من بعد غادي نديرها في لو مول اطارت بيان سور اللي غادي يدخل الفران. هادي سي اون بات بريزي ما كتبغيش العجينه بزاف. دونك اون فوا نحيدوها من لو بول صافي كتكون واجده. كنديروها بين جوج ديال لي بابيي وكنطلقوها. دونك دابا غادي نطلق العجينه ديالي من بعد ما درتها بين جوج ديال الوراق ديال سولفيريزي اللي كيدخل الفران وغادي نديرها في المول اطارت. دونك فوالا من بعد ما طلقت العجينه ديالي هي هذه
نحيد الفريزي وغادي نديرها في المول اللي غادي يدخل الفران. كنبقاو نفينيو العجينه ديالنا في المول بحال هكذا وكنديز ندوزو نديرو ليتاب سويفونت في الغوبو ميتر دون لو فور بوندون 8 مينوت دونك كندخلو العجينه ديالنا الفران مده 8 دقائق وندوزو نكملو لا ريسيت انصام. Donc, بعد ما درنا لو فون دو طارت ديالنا في الفران غادي نديرو ليتاب سويفونت اللي هي نيتواي لو بول. لو بول تقدروا تحيدوه وتغسلوه كيف ما تقدروا تغسلوه اوتو لافاج في لو روبو. دونك انا غادي نمشي نديرو اوتو لافاج غادي نخرج غادي نمشي لهاد الفلاش الفوقانيين عندنا فيه هنايا اوتو نيتواياج دونك غادي نبرك عليه غادي نحتاج الماء وشي ليكيد ديال الفيسيل شويه كنغطيه وكندير بلاي وكيتغسل لو بول بوحدو. دونك البول ديالنا ها هو تغسل كيف ما كتشوفوا غادي ندوز دابا نشلو بالماء ونمسحو ونجيو نوجدو لا فاس اللي غادي نعمرو بها لا طارت ديالنا. دونك دابا غادي ندوز نكمل لي زيتاب ميتر دو زيشالوت و ثلاثه ديال لي غوس ديال الثومه في لو بول. دونك غادي ندير جوج ديال البصيلات صغار انا ما عنديش لي شالوت ندير جوج بصيلات صغار ثلاثه ديال الدريسات ديال الثومه في لو بول. غادي ندير ليتاب سويفون غادي نسد الكويستو غادي ندير بلاي. هاد ليتاب فحال كتقرد لينا البصله والثومه دونك ما نحتاجوش نحكو ونقردو. دونك هنايا اجوتي 600 غرام دو بوارو تقدروا تشوفوا هنايا البصله كيفاش تشلضات دغيا دغيا هي والثومه. دونك غادي نضيف ليهم دابا البرو 600 غرام اللي غسلناه وقطعناه دي غونديل بريطا خصنا نزيدو دابا 20 غرام ديال زيت الزيتون بانسي دو سيل بانسي دو بوافر قبيصه ديال الملح قبيصه ديال البزار وغادي نحيدو لو غوبلي لان دابا غادي ندوزو لا ميثود ديال باردون غندوزو ليتاب ديال الكويسون البصله انا مع حليت ما عطاتني العيلي جاتني البكيه. دونك ليتاب سويفونت هي غادي نزيدو 20 غرام ديال زيت الزيتون اللي غتشحر لينا فيها البصله والبرو غنزيدو قبيصه ديال الملحه قبيصه ديال البزار غادي نسدو نحيدو لو غوبلي ونديرو ليتاب سويفونت اللي هي دابا لا كويسون. هي ديجا كتعطيكم اوتوماتيكمون 15 دقيقه 110 في لو دوغري طومبيراتور فيتيس 1 غنديرو بلاي وغادي نخليو البرو ديالنا والبصله يطيبو. دونك دابا من بعد ما تشحرت لينا البصله والبرو غادي ندوزو نزيدو 200 غرام ديال لا كريم فريش بيبس.
دونك انا عندي لا كريم فريش ليكيد جوجهم كيديروا لا ميم شوز 50 غرام ici غرام ديال لا كريم غادي ندير سويفون خصني نزيد دابا الحليب 100 غرام و قبيصه ديال الملحه قبيصه ديال البزار ومعلقه ديال لا موطاط دونك دابا غادي نزيد 100 غرام ديال الحليب شويه ديال الملح شويه ديال البزار معلقه ديال الموطاط وغادي ندير سويفون وغادي ندير بلاي باش يتخلط ليا داكشي دونك كنزيدو دابا جوج بيضات كيف ما قلت لكم في الاول هو كيعطيكم لي زيتاب كاملين اللي خصكم ديروا حتى كتكملوا لا غوسيت ديالكم غندير سويفون بلا فليش وغادي نعاود ندير بلاي باش يتخلط ليا البيض مع لي زوت انغريديان دونك صافي لا بريباراسيون ديالنا وجدات عطاونا نخويوها على لو فون دو طاس لي ديجا درناه 8 ديال الدقائق في الفران على شويه شد راسو دابا غادي ندوز نخوي لا بريباراسيون ديالي على لو فون دو طارت ديال البرو يوجدنا غتبقى ليا اخر مرحله اللي هي فرماج دو شيفر اللي غادي نقطعو دي رونديل وغادي نحطو فوق لا طارت ديالي غنعاود ندير سويفون دونك قالوا لنا ديروا لي 100 غرام ديال فرماج دو شيف من الفوق وغادي نعاودو ندخلوه للفران 35 دقيقه لمده 180 درجه وغادي نقدموه بالصحه والراحه دونك من الاول حتى الاخر لا غوسيت هو كيعطيكم شنو ديروا فوقاش تشعلوا الفران فوقاش تخرجوا من الفران دونك تري تري فاسيل ا رياليزي تلقاو في النتيجه النهائيه ديال لا غوسيت ديالنا وصلنا لنهاية ديال الحلقة نتمنى تكون عجبتكم كون جاوبت على جميع التساؤلات ديالكم بخصوص ديال لو غوبو كويستو المزيد من المعلومات والتفاصيل وبطبيعة الحال الناس اللي بغاو ياخذوا الغوبو الثمن ديالو راه جد مناسب كونتاكتيو لا باج ديالهم مون كويستو راه كاينه في انستغرام غادي نخليها لكم في
في الحلقة ديال اليوم باش اللي بغى يكونتاكتيهم يكونتاكتيهم، كاين حتى تسهيلات في الأداء الناس اللي بغاو ياخذوه. نتمنى وكذلك الوصفة ديال اللي وجدنا لكم اليوم تكون عجبتكم، نكون وضحت لكم من أ حتى زد كيفية استعمال ديال روبو كويستو. تبقاو على خير ونتلاقاو في فرصة مقبلة إن شاء الله.